السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعرض معاكم منتجات العناية الشخصية بيا وبأطفالي، خليكم معانا وشوفونا هنجيب لكم ايه الحاجات اللي هنستخدمها عشان نعمل. دلوقتي احنا معانا عشان نعمل عناية شخصية، أول حاجة ده شاور بنستخدمه للبانيو، الشامبو ده بيعمل فقاقيع في البانيو بتاع ده. طبعا الاطفال كلهم كتير جدا منهم ما بيحبش ياخد شاور وبتاع، واحنا طبعا داخلين على الصيف دلوقتي ما ينفعش، لازم طبعا الاطفال بياخدوا شاور كل يوم في الصيف او كذا او كذا مره كمان في اليوم، فاحنا طبعا لازم نديهم شاور. فهم طبعا بيخافوا ان احنا بيخافوا من الميه نفسها، بيخافوا ان هم ياخدوا شاور. لما نحط لهم الشاور ده في البانيو بيعمل فقاقيع لحوض البانيو كده، تلاقي الطفل نفسه يقعد يلعب في البانيو فيحب ان هو يستخدم الشاور. انا عن نفسي انا بخبي الحاجات دي من الولاد، لان هما بيبقوا فظيعين جدا في الحاجات دي، كل شويه عايزين ياخدوا شاور. وطبعا الحاجات دي بتبقى غاليه، فما ينفعش ان احنا نسيبها لهم كده يلعبوا بيها ويرموها ويقلبوها ويشوفوا مواقف رهيبه صراحه معاهم. طبعا ده عشان يغسلوا جسمهم، انا بجيب لهم الغسول ده، ده غسول جميل جدا بصراحه، ده بودي ووش، بيغسلوا بيه جسمهم، بيبقى جميل جدا وريحته بجوز الهند خفيف كده عليهم، ريحته مش قوية ولا حاجة. وطبعا عشان يغسلوا شعرهم بجيب لهم الشامبو ده، الشامبو ده طبعا من ايفون زي ما احنا شايفين كده. الشامبو ده بيعتني بالشعر التالف، بيعالج تلف الشعر. طبعا معانا كمان الشامبو ده، انا بغير لهم بصراحه، ما بستخدمش نفس الحاجه لابني ولبنتي، بحاول ان انا اغير لهم شويه. معانا الشامبو ده كمان، الشامبو ده بيعالج تلف الشعر طبعا بعد ما غزلنا لهم شعرهم وعالجنا تلفه. اما بعد كده بنروح جايبين لهم بلسم نحطه في شعرهم. البلسم ده هو طبعا مش غالي، مش براند ولا حاجه، بس بتاع ده بس يعني حلو بصراحه على الشعر، خفيف بزيت الزيتون، في حاجات خفيفة جدا على الشعر. يلا خليكم معانا وتابعونا اكمل لكم بعد ما غسلنا. دلوقتي جه وقت ان احنا نوريكم ايه بنستخدم لهم ايه لشعرهم. طبعا بنستخدم لشعرهم دي زيوت طبيعية بنجيبها من عند العطار، ده زيت صبار وده زيت جوز هند. زيت طبعا جوز الهند بيلمع الشعر بطريقة فظيعة وبينعم الشعر جدا ويشيل تقصف الشعر وبرده بيفرد الشعر. زيت جوز الهند، زيت الصبار طبعا كلنا عارفينه ازاي بيخلي شعرنا، لو شعرنا تالف ولا مقصف ولا خفيف بيتقله بطريقة رهيبة. بس انا طبعا كل الزيوت اللي انا بستخدمها بحط معاها زيت جوز هند لانه ريحته حلوة جدا. طبعا وبستخدم لهم زيوت تانية، بس الزيوت التانية طبعا خلصت، فما اجيبها هعرضها معاكم وهوريكم بستخدم لهم ايه. طبعا معانا هنا كريمات بقى ليا انا، مش لابني ولبنتي، اهو تعالي نشوف الكريمات هتبقى ايه. طبعا احنا بعد ما عرفنا بنتي وابني بنستخدم لهم ايه لجسمهم وشعرهم، نيجي بقى انا بستخدم ايه ليا لنفسي. انا طبعا لما بصحى من النوم بستخدم الفيس ووش ده، ده غسول للبشره من شركه ماي واي، هو مش غسول غالي يعني ولا حاجه، بالعكس ده رخيص جدا وطبعا لازم نستخدمه. وطبعا محدش يقول لي ان هو بيستخدم الصابونه، لان الصابونه يا جماعه غلط، بتعمل جفاف جامد جدا للبشره. ده ماسك بستخدمه، انا بحطه لبشرتي كل فتره والتانيه، هو طبعا انا بستخدمه بقاله فتره معايا بتاع ده، بستخدمه كل فتره والتانيه لانه بيدي البشره نضاره وجميل جدا. طبعا كلنا عارفين فوائد الفحم للبشره ايه. طبعا لو حاطين ميك اب ولا حاجه بنشيل الميك اب بالغسول المائي ده، بالمزيل المائي ده، المزيل ده طبعا جميل جدا، بنشيل بيه الميك اب بتاعنا، بنحطه على قطنه وبنمسح بيه. طبعا لو في اي كحل ولا مسكره ولا حاجات من دي بتروح في ثواني. عندي طبعا بستخدم كريمات مرطبه، بستخدم كريمات من ايفون بس بصراحه خلصت، فجبت ده مؤقتا يعني قبل ما اجيب التانيين. ده كريم بزبده الكاكاو بستخدمه، بحطه على ايدي. طبعا طبعا ما انا ما انصحش حد خالص ان هو يستخدمه للوش لان ده بيسمر الوش، ان يستخدمه على ايدينا بس يعني اخر حاجه يعني اقصى حد ليه ان احنا نستخدمه على ايدينا. دي طبعا اهي، دي طبعا دي مخمارية الجوري، طبعا معانا مخمارية الجوري، المخمارية دي طبعا ريحتها جميلة جدا، بنحطها في ايدينا. طبعا لو حابين نستخدم بديل الكريمات دي، كريمات مرطبة، طبعا زيت جوز الهند ده طبعا بديل طبيعي جدا جدا للمرطبات، للكريمات المرطبة، ده مرطب للجسم يعني، ده مرطب للجسم بدرجة رهيبة.
طبعا بنصحكم كلكم ان انتم تستخدموا حاجات طبيعيه للجسم ليكم وللاطفال ولبشرتكم، لان هي بتبقى مغذيه البشره وما بتاذيش البشره. ما تنسوش بقى، ويا رب نكون اكون ضيفه خفيفه كده عليكم، وما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.